هلو، اتمنى لكم يوم جميل. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض قطعه تحفه، وفي الوقت نفسه صيفي قوي، وكمان بغرزه اخدناها في رمضان اللي فات. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض قطع الطب، وزي ما انتم شايفين غرزه الطحلب قدامي هي الغرزه اللي هنشتغل بيها الطب بتاعنا. الطب ده صيفي قوي، انثوي جدا، وكمان سهل قوي 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 للمبتدئين. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هشتغلها هي 60 سلسلة او 61 سلسلة، وبعدين هبتدي ان انا اوصل للمرحلة دي، والمرحلة دي ليها شوية تفاصيل. يلا بينا على الورقة والقلم نفهم ايه التفاصيل. بكل بساطة هيطلع كده، وبعدين قطعة مثلثة من هنا وقطعة مثلثة من هنا، تمام؟ بعدين طبعا الحبل بتاعي، وفي حبل من ورا بيتربط. اوكي كده سهله. بعدين القطعه اللي انا بقول لكم عليها حاليا هي اللي فيها تفاصيل. التفاصيل بكل بساطه ان القطعه المستطيله دي تقدري تطوليها عن كده، تمام، وتقدري تخليها زي ما هي ثابته. تطوليها عن كده بقى، سواء في الجوانب ان انت مثلا تعمليها تكون كده بدايتها، وتبتدي تنقصي وانت ماشيه. وده شوية يكون فيه تفاصيل واحنا في غنى عنه، لان هو طب صيفي قوي يعني، وهو القطعة اللي قدام مفيش اي حاجة ورا الا الشريطة كده شكلها انثوي قوي بتتربط. ممكن بقى ان المربع ده يكون اكبر من كده، بمعنى انه يكون بالطول اللي انت شايفاه ده، تمام، طويل. فلما تيجي تعملي القطعة المثلثة هتكون مش واسعة قوي، اوكي، ويكون كده ده تكون ماسكه القطعه اللي هي تحت الصدر، والمثلث يكون قليل، تمام. فده كده بشكل مبدئي كده وكروكي. انا عارفه ان الرسم كعبيش بس اكيد انتوا فهمتوني. فدلوقتي بعد ما عملنا دلوقتي هنشتغل غرزه الطحلب. هسيبكم معاها تفهموا ايه تفاصيل الغرزه. هتشتغلوا 61 سلسله. لو انتوا على نفس مقاس لو انتوا على نفس مقاس اللارج والميديوم هتشتغلوا الموضوع ده 61 سلسلة. لو انتوا اكبر شوية هتكتروا شوية. الغرزة ما فيهاش اي تفاصيل غير حاجات بسيطة خالص هتفهموها مع الغرزة. فيلا روح على الغرزة. اخدت كل حاجة معايا على الابرة. هرتفع سلسلة وهسحب كل اتنين مع بعض، ودلوقتي هتبدأ غرزتنا. اول حاجة ركزوا معايا، اول غرزة هنا هاخدها غرزة عدلة، هدخل في نص السلسلة واسحب الخيط، بعدين هلف لفة على الابرة، لفة عادية جدا، هسيب غرزة واخد الغرزة اللي بعدها غرزة عدلة، لفة على الابرة، ادي غرزة، اروح اخد الغرزة اللي بعدها، طبعا باخدها غرزة عدلة، بدخل في نص السلسلة وبسحب، لف على الابرة بما ان هنا مفيش حاجة اهو، تمام، بروح على طول الف لف على الابرة واخد نهاية الصف. طبعا انا سبت الغرزة اللي انا مفروض برضو اسيبها تحتها اهو، ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. ده كده اول حاجة في غرزتنا. بعدين نركز مع بعض. انا بشتغل في الغرزة اللي انا لفتها، بسيب الغرزة العدلة زي ما هي، فبعمل كده لفة على الابرة، تمام، شايفين اللي عاملة زي التمانية المفتوحة دي، هي دي اللي انا بشتغل فيها، بدخل فيها لفة على الابرة، وطبعا كل مرة بسيب الغرزة اللي هي سليمة دي وباخد اللي هي عاملة زي التمانية دي، تمام، بدخل فيها لفة على الابرة، وكل مرة بدخل في الغرزة اللي هي عاملة زي التمانية دي. دلوقتي هنشتغل مع بعض الطب بتاعنا، وانا زي ما انتم شايفين قسمت الغرز بتاعتي بالنص، 30 سلسلة لكل جانب، تمام. ودلوقتي هنشتغل مع بعض. اشتغلت حوالي 7 سنتي، وبعدين هبتدي ان انا احرك. فعلى طول بقى هبتدي ان انا اقسم بالنص، وبعدين اشتغل الغرزة بتاعتي واسحب. طبعا هسحب بدون ارتفاع السلاسل، وهعمل شوية تريكات كده في الغرزة اثناء ما انا شغالة،
فعلى طول هتديلي الميل اللي انا عاوزاه. تمام، دلوقتي بقى هبتدي ان انا انقص، فهعمل حركات فعليا هي مش موجودة في الغرزة بتاعتي. وهو مثلا زي دي، انا كنت هنا بدخل باخد غرزة، تمام، غرزة في الفراغ ده، وبعدين بلف لف على الابرة واخد بالطريقة دي، صح؟ فانا لو لقيتها مش هعمل طبعا الطريقة الطبيعية، لان انا بنقص، فعلى طول لف على الابرة، هتجاوز دي واروح اخد اللي بعدها. تمام، ودي اول حاجة هبتدي اشتغلها، لف على الابرة وبدخل على طول في الفراغ اهو. تمام، في لف على الابرة تاني واخر سلسلة، وبسحب الاثنين مع بعض بدون ارتفاع سلاسل، فبيديني الميل اللي انتوا شايفينه على طول ده، وبعدين بسحب كل اثنين مع بعض كده. انا بعمل الميل ده او التناقص ده من على اليمين ومن على الشمال، بس بشكل بسيط وبطيء. وزي ما قلنا في المرة السابقة، بلف على طول على الابرة، وطبعا كده انا بتجاوز دي وبروح للي بعدها. على فكرة هي ادتني الميل بدون اي وجود ميل حقيقي، يعني لو عايزين ان هي تكون بارز قوي الميل معاكم، وده مش هيكون يعني لذيذ، هتاخدوا عادي وتلفوا على الابرة ترجعوا تاخدوا. تمام، بس في المرحلة دي بصوا هيبقى عاملة ازاي، فلما تيجوا تلفوا على الابرة المفروض ان انتوا تعملوا منزلقة دي من دي. فبصوا الميل اللي عملته ميل مقسوم شوية، فبلاش منه، يفضل دايما ان احنا نشتغل بشكل تلقائي. احنا خلاص عدينا المرحلة البيجينرز قوي دي، وابتدينا نعرف يعني ايه كروشيه تونسي، والطريقة دي بتكون اسهل كمان على المبتدئين من السابق، ولكن استخدموا دبابيس العلامات. كل انا هعمله لحد ما اخلص ان انا هلف لف على الابرة واخد كده ادخل في الفراغ كل مرة. الفرق الوحيد اللي بيتم هو اول الصف ونهايته، انه بلف على الابرة مثلا في نهاية الصف اخد اخر غرزة، اوكي، واسحب، وبعدين مش هرتفع سلسلة، لا هسحب كده كل اول اتنين مع بعض، وبعدين بسحب واكمل السحب بتاعي. فعلى طول بصوا بيبرز الميل اللي انتوا شايفينه ده، وده ميل بيكون طبيعي قوي وشكله حلو. وكمان هنا اهو بدأ يبرز على طول ان برضو في ميل، ولكن شوية دائري، وده حلو كده وبيدي منظر إليجانت للشغل بتاعنا. وكمان اثناء اللبس هتطلع تحفة. طبعا هي كده فعليا بتنقص، فتفضل تنقص كده. اللي على الابرة ده دلوقتي مثلا بقوا كام؟ 4 8 10 27 غرزة، يعني احنا في الكام صف دول نقصنا على طول 3 غرز. فهنفضل بالطريقة دي ننقص 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 لحد ما هتبقى معانا 3 غرز تحديدا. هنعمل منهم حبل كردون بسيط قوي، هو ده اللي هنربط بيه الطب بتاعنا، وهيديله منظر انثوي تحفه. فهنفضل شغالين بالاسلوب ده. ده الجزء اللي ناحيتي، طبعا احنا قسمنا الشغل خلاص، فهشتغل دول الاول ويخلصوا لحد ما ينقص معايا، ويفضل ينقص اكتر واكتر لحد ما يكون خلاص، يعني مفيش اي حاجه نعملها غير الحبل بتاعنا. فكده طبعا حبل الكردون بيمشي على 3 4، بيمشي على اعداد مثلا زي رقم 6، ولكن يعني يفضل كل ما يكون رفيع هيكون شكله انثوي اكتر. اوكي، زي ما اتفقنا، طالما هي كده دايما هعمل لف على الابرة، وعلى طول بتجاوز دي، وطبعا بتجاوز اللي هي عاملة زي الغرزة العدلة دي، وبروح على طول على الفراغ التاني، يعني فراغ اهو فراغ اهو في نصهم عمود، بسيب الفراغ الاول وبسيب العمود وبروح على طول على الفراغ الثالث. بكون كده انا اتجوزت في الحقيقة الغرزة اللي انتوا شايفينها دي، واللفة على الابرة هي بتكون العمود ده في الصف اللي بعده. طبعا هي الطب ده من الظهر عريان فعليا، هي بس بيتربط كده بالشريطة وخلاص، اللي هي حبل الكردون ده. ومن الوش هو بس بيكون المنظر الخاص بالطب، مفيش اي تفاصيل فيه، وفعليا هي بكرة خيط هتكون يعني فل قوي، مفيش اكتر من كده يعني. تمام، لف على الابرة باخد دي ودي، تمام، وبسحب الاتنين مع بعض. وزي ما انتوا شايفين هي مجرد
عدم ارتفاع سلسلة عمل ايه في القطعة بتاعتي. ولكن عايزين نعمل حركة ان احنا لما نيجي نشتغل نحاول على قد ما نقدر انه نشتغل التناقص ده مش ورا بعض، ونشتغله كل مثلا 3 صفوف مرة تناقص، او كل صف وصف، يعني على حسب انتي حابة المدى بتاع القطعة بتاعتك يكون عامل ازاي. تمام؟ فانا طبعا مش هترجم التناقص ده طول الوقت، لا، يعني هخليه مثلا كل صفين او كل 3. اوكي، يعني هاخد دلوقتي كده ارتفاع سلسلة وهسحب كل 2 مع بعض، فعلى طول الميل اللي معايا هيتعدل. تمام؟ وهيظبط شوية. ابتدي اشتغل كمية، انتوا شفتوا التناقص عامل ازاي، ابتدي اشتغل كمية وبعدين ارجع لكم مرة تانية نعمل القطعة في الجهة الشمال. ترى اول قطعة زي ما انتوا شايفين خلصت، وعملت على طول حبل الكردون اللي هو من تحت وحبل الكردون اللي هو من فوق. اوكي، تعالوا دلوقتي نخلص القطعة التانية، وهتشوفوا طبعا ايه اللي فاتكم هنا بشكل سريع جدا وبسيط. برضو بنفس الابرة، وهبتدي ادخل من نفس المكان اللي كان فيه القطعة طالعة من هنا. اوكي، هرتفع بس سلسلة على اساس ان انا ابقى عملت عقدة. وطبعا احنا هنا بننقص مع القطعة بتاعتنا، فما ننساش. اوكي، بلف وادخل في الفراغ وبسحب، بلف ادخل في الفراغ وبسحب. طبعا ماليش دعوه بالاعمده دي، اللفه على الابره دي هي اللي بتكون لي شكل العمود ده فيما بعد، فخلينا حريصين ان احنا بنلف بالطريقه دي. تمام، بنلف كده وبنروح على الفراغ ده. الفراغ ده زي ما انتم شايفين في حاجه عامله زي التمانية كده، فانا بدخل فيها وبسحب، بلف وباخد اخر واحدة وبعدين بسحب كل 2 مع بعض كده. على فكرة انا ابتديت على طول تناقص سواء من قدام او من ورا. طبعا هما 3 اصفف بس اللي ما نقصتش فيهم، وهوريهولكم حالا واحنا شغالين. فطول الوقت انا بنقص، مفيش بس غير صفين او 3 ما نقصتش فيهم. بلف على الابرة زي ما انتم شايفين هنا، انا ماليش دعوه بيها، بروح على طول على اللي بعدها، بدخل وبسحب، يعني بهمش على طول المربع الفاضي اللي انتم شايفينه ده. هو مش فاضي وبيكون فيه سلسله بس مفتوحه زي ما انتم شايفين، فانا بهمشه على طول، وبكده بعمل تناقص متعمد. طبعا برضو بنسيب اول غرزه وبنروح على طول على اللي بعدها زي ما انتم شايفين كده. على طول ابتدى التناقص يظهر، زي ما كنت بنقص هنا بنقص هنا بنفس الاسلوب، مفيش اي اختلافات. وزي ما انتم شايفين القطعه طالعه مثلثه، لان انا عاوزاها الحبل بتاعها يشبط، يا اما يتربط في الرقبه يا اما هيتربط هنا. تمام، اهو في القطعه دي كده، فيبقى ماسك الكتاف بس، ودي تربط على الظهر وخلاص على كده. فهي سيمبل قوي وبسيطه جدا. طبعا مش دي التوبات المعقده، دي ده توب للناس المبتدئين. الحاجات بقى اللي هي هارد شويه بالنسبه لكم، او فيها شويه تركيب عن كده، ان شاء الله توب تاني في نفس اثناء الصيف هعمله لكم وهوريه لكم، هيطلع تحفه. هنعمله بغرزه برضو جديده اخدناها. في حاجة عاوزة ادقق عليها معاكم، وهو الطريقة نفسها بتاع غرزة الطحلب. احنا الغرزة نفسها فيها تبادل صف وصف، يعني صف بنلف على الابرة وصف ما بنلفش، فلازم نكون فاهمين عشان لما نيجي ننقص ما نتلخبطش. فهنا مثلا في صف اهو، بلف على الابرة وبدخل في الفراغ ده. تمام، وبعدين برجع اخد نهاية الصف. اوكي، مش برتفع سلسلة، لا، بدمج كده الاتنين مع بعض وبفضل اسحب. فعلى طول بصوا بيعمل لي التناقص اللي انتوا شايفينه حاليا. هنا لف على الابرة على طول، ودايما بسيب الفراغ واروح على الفراغ اللي بعده واشتغل. اوكي، فما فيش فيها اي شغلانة، سواء بقى من على اليمين من هنا سواء من هنا، هي نفس الاسلوب ونفس الطريقة، فمش هتلاقوا اي اختلافات خالص. الحوار كله في الجزء اللي هو بيكون على الناحية الشمال، سواء بقى من هنا
لو انتوا بادئين الجزء اليمين، سواء من الجانب من هنا لو انتوا بادئين في الشريحة الشمال. فلازم تكونوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه. تمام، هنا اهو شايفين هلف على الابرة، بس مش هدخل في الفراغ زي هنا، هروح على طول هنا اخر حاجة اسحب واسحب الاتنين واتنين واتنين وهكذا. فلازم تكونوا عارفين انتوا بتنقصوا ازاي على اساس انه ما يحصلش معاكم اي اخطاء. هخلص اغلب القطعة وارجع لكم في الوقت اللي مش هيكون فيه تناقص، وهو بعد كمان 5 أو 6 اصفار. طبعا زي ما انتوا شايفين انا حطيت الاتنين على بعض، لو في اي اخطاء تظهر معايا في المرحلة دي زي ما انتوا شايفين اهو مفيش اي اخطاء الحمد لله. دلوقتي هبتدي بقى اشتغل صفين ثلاثة ما فيهمش تناقص، هدخل هنا واسحب لان طبعا غرزة عادي، وبعدين هبتدي استكمل الصف، اروح على طول اخد نهاية الصف، ارتفع بقى سلسلة المرة دي وبسحب كل اتنين مع بعض. طبعا طالما هنا مقفولة يبقى انا هلف لف على الابرة وهروح اخد هنا. تمام، بعدين برضو استكمل الصف عادي لفة وادخل في الفراغ. كل مرة هعمل على طول هدخل في الغرزة نفسها مفيش لفة، طبعا انتوا عارفين الاصفف بالتبادل لفة، بعدين هنا وكل فراغ بدخل فيه. هنا زي ما انتوا شايفين اهو مقفولة، فلفة وهاخد اخر سلسلة كده من الجانب، هسحب هتفع برضو سلسلة، وبعدين كل اتنين مع بعض. اعتقد ان كده الاصفف اللي ما فيهاش تناقص خلصت. بعدين بقى زي ما انتوا شايفين اهو قطعة عاملة زي المثلث، وده التناقص برضو الاخير. ببتدي ان انا انقص بنفس الاسلوب اللي انتوا شفتوني بنقص بيه طول الوقت لحد ما اخلص، لحد ما هيبقى معايا هنا كده 3 وحدات لفة. المرة دي بقى مش هدخل هنا، لا هسيبها واروح على طول على اللي بعدها. تمام اهو هنا، بعدين اخر حاجة اهو، بعدين بسحب كل اتنين مع بعض، وهفضل كده لحد ما تلاقوني دلوقتي معايا 3. فيلا بينا. اخر حاجة في التناقص تبعي اهو، بلف على الابرة، طبعا احنا دايما بنسيب الفراغ، وبدخل في التناقص اللي بعده، بعدين بلف لف على الابرة اخد نهاية الصف، مش برتفع السلاسل، بسحب على طول كل اتنين مع بعض، اخد دي بس كده عشان متبقاش دخيل، بعدين بسحب دي وبخلي معايا 3 دول، وابتدي اعمل منهم حبل الكردون. وحبل الكردون احنا اغلبنا يعرفه، هو ان احنا بنبقى فيه 3 على الابرة، باخد الاتنين دول في ايدي وبسحب اول واحدة، ادخل واحدة واسحبها، ادخل السلسلة الثالثة واسحبها، وارجع اشيل الاتنين. تمام، وبرضو اسحب ادخل واحدة منهم، واسحب ادخل واحدة تاني، واسحب وهكذا. هي ما فيهاش اي تعقيدات، هي الحوار كله فيها او التركاية يعني ان احنا امتى نفصل الحبل ده. الحبل ده طبعا على فكرة عشان اقطام بصوا بيمط وهيكون رفيع مش هيكون سميك. الفكرة كلها امتى افصل منه، لازم طبعا تحددي الطول عندك من الكتف تمام لحد ما تلف القطعة وتوصل للجانب ده تمام، او ان انت تخليها بطول متوسط عشان تربطيها على الرقبة زي ما انت عايزة انت وكيفك. فانا خليتها بطول متوسط عشان تتربط هنا جانبيا اللي هو كده. طبعا هنثبتها، ممكن نثبتها كده، ودي بتتثبت عادي بغرزة منزلقة في الجوانب من هنا ماشي، مفيهاش اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين انا خلصت القطعة وكمان ربطتها على اساس يعني ان هي هتكون مربوطة من فوق، طبعا اقدر اعملها من فوق او من الجانب. تعالوا دلوقتي نشوف ازاي بقى عملت الحبل ده وطالع كده منها كأنه مش دخيل. بكل بساطة باجي كده بالحبل بتاعي واعد 3 غرز، الغرزة اللي هنا اهي وادي التانية وادي التالتة كده. تمام، طبعا برتفع سلسلة على اساس انه دايما اربط الخيط، بعدين تاني غرزة اهي وادي التالتة
وزي ما احنا عارفين بنسيب غرزتين ونسحب واحدة ندخل غرزة، نسحب التانية ندخل غرزة. طبعا نخلي دي للحبل كده معايا على اساس انه يتنظف مع الشغل. وعشان نقفل طبعا الحبل ده بسحب اتنين واتنين وارتفع سلسلة وعلى طول بقص الخيط. ترى عايز اقول لكم ان هي ما خدتش حتى نص بكرة. ليه بقى؟ لانها اصلا ملهاش ظهر وملهاش الا الوش بس، وقطعة جدا مناسبة للصيف ومميزة واي حد يقدر يشتغلها. وهي على فكرة الطاية دي بس بتكون بالطريقة دي ومن قدام بتكون كده. طبعا تقدرين انتي تربطيها من فوق، وفي ناس كتيرة مش بتحب الربطة من فوق بصراحة بما فيهم انا. فسهلة قوي ان انتي تمسكي الحبل ده كده. اوكي، بصوا قبل التناقص كنا احنا فيه طبعا بعض الغرز هنا كده، تمام، اللي هو ما كانش فيهم اي تناقص. وهحط كده الابرة بتاعتي واسحب، تمام، مرة تانية، شايفين، وتبقى بالشكل ده. طبعا بقى تربطوها تعملوها كده انتوا وكيفكم، دي اوبشن، وان انتوا تربطوها اوبشن تاني زي ما انتوا عايزين. كده نكون خلصنا النهاردة. طب ظريف مناسب جدا للبنوتات الصغيرين، للمراهقات، حلو حتى للكبار، وفي الوقت نفسه كمان صيفي بغرزة كلها فراغات زي ما انتوا شايفين. غرزة حلوة قوي، هي غرزة الطحلب. كده نكون خلصنا النهاردة. طبعا عندنا كذا توب تاني، مش بس هو دي القطعة الوحيدة، لا، عندنا ان شاء الله على مدار الصيف توبات بشكل مختلف، شنط تابستري وعادي وحاجات مختلفة كتير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. مع السلامة، باي.